يعتبر الإنسولين من أهم الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة لمرضى السكر عامة ومرضى النوع الأول منه خاصة. ومن المهم جدا أن يحصل مريض السكر على احتياجاته من الإنسولين في كل الأوقات وبدون انقطاع. قبل عام 2001 كان الاستيراد هو المصدر الوحيد لتوفير الإنسولين لمرضى السكر في مصر، ورغم ذلك فإن الكميات المستوردة كانت غير كافية لسد احتياجات السوق الدوائي. انطلاقاً من ثقة الأطباء والمرضى في شركة سيديكو، فلقد بادرت الشركة بتحمل مسؤولية توفير هذا المستحضر لها، وإيماناً من شركة سيديكو للأدوية بحق المصريين في العلاج وضرب احتقار الدواء كشركة دواء وطنية مصرية. تم البدء في هذا المشروع الكبير لإنتاج الإنسولين المنتج بواسطة التقنيات الحيوية بالتعاون مع شركة أكسو العالمية، لتكون الشركة المصرية الأولى المنتجة للإنسولين، وتنضم بذلك لمجموعة الشركات العالمية القليلة في العالم المنتجة لهذا المستحضر إلهام. هذا هو مصطفى، إنه يعاني من مرض السكري، وهذا يعني أنه يوجد مشكلة كبيرة، وعندما لم تعالج ينتج الكثير من المشاكل والمضاعفات. مصطفى ليس الوحيد الذي يعانى من مرض السكر، ولكن يوجد الكثير في مصر من يعانون منه. رقم المصابين بمرض السكر في مصر 8 ملايين مريض، 50% منهم فقط على علم بإصابتهم به. أكثر من 1.5 مليون مريض بالسكر يستخدمون الأنسولين في مصر. من المتوقع أن يصل عدد المرضى في عام 2035 إلى 13 مليون مريض. تؤكد شركة سيديكو للأدوية على توافر مستحضر الأنسولين من إنتاجها، وهو إنسولين تشميكس سيديكو 100 وحدة دولية، والذي ينتج حسب المواصفات القياسية العالمية. إنسولين تشميكس سيديكو 100 وحدة دولية متوفر بجميع شركات التوزيع والصيدليات ب31 جنيها فقط. نحن في شركة سيديكو ملتزمون بتوفير الإنسولين في السوق الدوائي في جميع الأوقات وبالكميات الكافية لجميع مرضى السكر.